au jeu. والله نظن باللي اللقاء كان مفكك، خاصة يعني بعد القرار تاع لجنة الانضباط بالرابطة، هذا أثر كثير على معنويات اللاعبين وعلى المسيرين. دليل أهداف يعني محققة كان ضيعها الفريق نتاعنا، كان بإمكاننا نوصلوا إلى 4 أو 5 أهداف اليوم، ولكن يعني الهدف جاء في 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 وقته وعطانا 3 نقاط، عطانا المرتبة الثانية، برهن للجميع على أن فريق شبابتنا هو الأقوى في هذه البطولة. الدليل أن أصحاب المراتب الخمسة الأولى كامل فريق شبابتنا فاز عليهم. بعد احداث الخروب اللي خرج قرار تاع اللقاء، واحد من نقاط اللقاء عقوبه الفريق، شنو تقولنا على القرار؟ والله نظن العقوبات يعني ما تقدرش تكون نفس العقوبات اللي كيما الظالم كيما المظلوم، يعني في كل قضيه يكون ظالم ويكون مظلوم. نظن باللي احنا ظلمنا كثيرا في هذا القضيه. فريقنا يعني يتنقل مش يجيب ثلاث نقاط، تلقنوا المناصرين تاعو باش يسجعوا فريقهم، وراحوا مسالمين الى الملعب، والدليل ان الجميع ركن سياراته امام الملعب، يعني لان كانت في نيتهم ان اللقاء راح يجري بين 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 جيران وبين اخوه. ولهذا نظن باللي القرار كان جار فيه، كان يعني مش هذا هو القرار اللي كنا ننتظره فيه. ولهذا احنا اليوم نلتزموا بقرار لجنه الانضباط، وضعنا ملف على مستوى لجنه الطعون بالاتحاديه، زودناه بكل الصور والفيديوهات والوثائق اللي تبين باللي ان القرار تاع لجنه الانضباط كان ما كانش يعني في كما كنا كان مجحف في حقنا احنا. ولهذا يعني ننتظروا ان هذا القرار تاع لجنه الطعون يكون في صالحنا ويمنحنا النقاط ثلاث. حنا اليوم مكتوب اللي حرمنا يعني من المناصرين تاعنا اللي هما يعني اللاعب 12 معنا احنا اليوم، يعني تاثروا حتى اللاعبين بغياب المناصر. والله نظن باللي اليوم نتائج تاع الجوله كانت يعني تقريبا كانت في صالحنا، خاصه انه صاحب المرتبه الاولى تعثر في ميدانه، صاحب المرتبه الثانيه تعثر في ميدانه، اصبحنا اليوم في المرتبه الثانيه على بعد 6 نقاط على صاحب المرتبه. احنا هدفنا دائما هو الوصول الى 30 نقطه في نهايه مرحله الذهاب، باش وهذا العدد وهذا المعدل تاع النقاط هو تاع بطل، وبعد ذلك يعني نشوفوا الوضعيه تاعنا في الترتيب. ولكن اكيد اننا نواصلوا الى اخر جوله، ولازم دائما نقول باللي فريق شبابتنا من شهر جويليه الى غايه اليوم لم يتلقى ولا سنتيم واحد. المباراه هذه ما كانت سهله بالنسبه لينا وللجوار كامل. الحمد لله وين تلقينا صعوبات في بريمير ميطون، الحمد لله عرفنا كيفاش نديروا المباراه هذه. ما يخفالكش ان الخصم كان واقف مليح في الملعب، الحمد لله دخلنا الجيم وعرفنا كيفاش نديروا اللقاء حتى الدانيال مينيت وين سجلنا الهدف. الحمد لله خليكم ديما في سباق الصعود. ان شاء الله حاجه متاثر فينا، احنا الحاجه اللي تمنا الصعود، وان شاء الله اللي ما نلحقوا هذا الصعود ان شاء الله. الرحمن الرحيم. المقابله تاع اليوم كان التعادل كان يكون منطقي لولا الحكم اللي على حسب رايي انايا الهدف اللي سجلوه مولودية باتنا هو كان شبابتنا كان على اثر تسلل. في اللقطه الاولى كان تسلل، لكن هذا الشيء اللي خلى الفريق تاعنا صمد تيرا امبراتيكابل، الملعب هذا الملعب اصلح غير جاهز لممارسه كره القدم. يعني عيب تلعب دون زانتيرا كما هذا، وما راناش نبرروا هذه الهزيمه، ولكن نقولها ونعاودها، التحكيم كان عنده دور في هذا، كان يعني ما كان ماشي ما نقولش كان دور عنده كان لعب دور سلبي، لا في لقطة الهدف، وتشوفوها في لقطة الهدف تشوفوها في التلفاز، وليكم الحكم بانت حنا رانا غالطين. أهداف الفريق مازالت هي مازالت، حنا دائما نبقاو نلعبوا على المراتب الأولى، وهذه ما تسمى غير هزيمة. ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. واش نقول لك على المقابله؟ المقابله كانت تجري عادي نورمال. كنا كما يقولوا الند للند معاهم. ما يخفش عليك التيره ما ساعدتناش باش نلعبوا
كرة قدم. واش راح نقول لك؟ دقيقة 43 نورمالمون لاربيت داروا عليه بريسيو بيت اورجو نورمالمون تشوفوه في الفيديو بيت كاع اورجو سيفلي هنا بيت. واش راح نقول لك؟ لاربيت انا نقول له كما يقولوا بينك وبين الضمير تاعك وهذه هي واش راح نقول. ما تاثرش علينا مي بصح كما يقول لك تا سمانه كومبلي وانت تبريباري باش تجي دير ريزلتا بوزيتيف هنايا من بعديتك بيت باتمو اورجو ما كاش كاع يسيف ليه باللي بيت سما تحس باللي شغل حقرنا لاربيت. ماعرفناش علاش ما كان كلمه الانصار اللي كانوا اليوم زعما تاعكم معاودين يجيو يبقوا في النتائج الايجابيه واش تقول؟ الانصار واش غنقول لهم؟ احنا رانا كما يقول لك رانا نخدموا ماذا بينا شاك ماتش نديروا ريزلتا مي ريزيطا هذه الله غالب لاربيت هو كيما يقول هو كان السبه تاعنا كنا قادرين نولوا بان بوان مي هذه هي واش راح نقول لك. الله يحفظك.